تذكرون يجيبون اختراعات مدري وش لمبات تشبكونها في بطاريه وتشغل وانا افصل ذيك اللعبه فيها لمبه وامزع اللمبه بسلكها واركبها على احجار سالب الموجب اشتغل نفس التلفزيون السعودي اختراع قال الشيطان هب هذا فيه افضل اقوى على طول تقوي اللمبه يا سلام الاولين كانوا يرفعون له فياش فوق البيوت الاول القديمه فياش فوق واخذ لي مراكي ورصها فوق بعض واطلع وامسك الا بوي وامي يتقهوى ولا ادري ايش بيسوي كان رايح على جميعا انا طلع لي على حجر يا اشغل واطفي ولا اختراع ناجح ولا اديسون شغال ما احسن اختراع ما عنده شغال اخترع الكهرباء ذاك الليل قلت له خليني اركب ويجي النور اقوى والله وطلع يوم بدني فوق ها فيش الكهرباء جنبه المفاتيح فطف في المجلس عليه ما هذا اول شيء ما امسك السلكين ما دخلها في الكهرباء شوي ما الفيل ما لاني طايح المراكي نثر بس نثر والدنيا والعجت في 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 دومته ما يعلم الله قوم يوم واضربيني اجي على ما تضرب اي والله قال ابوي لا تضربين انما في شيء محروق فيه قالت ما في شيء ما في الا العاب قبست بين امي وابوي ما في الا البلاء اللي بيحرق والله قبست بين امي وابوي انا هنا خلعت الكهرب وخلعت ابوي لا يفرط لها في الوالده ابوك بيحافظ على المخترع يا اخي حافظ على هذا المخترع المهم هجدنا شوي يوم هجدنا وهجد البيت قال ابوي ها وش نزعك المنزول لابد من فصل الشايب لابد منها علمني انا قاعد اني ارتجف من الكهرب عيني في البيش قال ما انت يا داجت ما تعجل كم مطردني يا رجال اقول لا اله الا الله المخترع يا اخي حافظوا عليه اقلع احجار لمبات اقول بعدها اي لعبه اشوف فيها لمبه مقربها هلا الاختراعات والبرنامج ذاك من يوم يجي اغيره ما ابغى اول اني بطبق اللي فيه انا اتوقع هذا يرجع رقبه قبل والله يوم كبر طلعت رقبه ما في عادل رد حق المخفى حق 60 حلقه والله يمكن من سبب الاذى انها الرقبه يا دقيقه انا وش ابغى تحط لي كلوز هنا ايوه اعطوه عادل ومسي على امي بكل خير